بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين. ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته. كيف آمن السيد محمد صادق الصدر رحمة الله عليه بهذه الأساطير العباسية وبنى عقيدته في الإمامة عليها؟ وهل يجوز تقليده فيها الآن؟ في الحقيقة كثير من الناس لا يعرفون النظرة الموضوعية عندما ينظرون إلى الأشخاص، إما أن يغالون فيهم ويرفعونهم إلى مستوى فوق البشر، وإما أن يسقطوهم مرة واحدة. في الآونة الأخيرة تعرض السيد محمد صادق الصدر رحمة الله عليه إلى يعني انتقاد من بعض الناس، ولا أقول حملة تشهير كما عبر بعض أفراد التيار الصدري. يعني بعض الناس بدأوا يتهمونه أنه كان عميلا لصدام، وهذا غير صحيح. إنما هو استغل الفرصة التي منحها صدام، انتهز هذه الفرصة وأسس حركة إسلامية شعبية عريضة وواسعة جدا، ولم يكن عميلا ولا خائنا ولا متملقا لصدام، وقد ختم حياته بالشهادة التي أثبتت أنه كان مناضلا عنيدا لصدام. في نفس الوقت هناك من بنى له قبر كأنه قبر إمام، يعني من الأئمة، ومزار وزيارات، والإمام المهدي قد وضع هذه الزيارة له، وينظرون له نظرة يعني تقديسية مغالية، وأنه لا يجوز أحد ينتقده، وهو خط أحمر وشبه معصوم، وبالتالي ما يسمح له أن يعني يعمل في حقله التاريخي. لا، إنما حتى الآن يجب أن ننظر إليه نظرة مقدسة، و يعني بدون تفكير حتى بأي نقد إله، وكل ما قال وكل ما كتب هو يصير وحي منزل من الله تعالى. الأمر ليس كذلك في الحقيقة. يجب أن يعني أيضا يعني هذا القانون الذي يدعون إلى تشريعه في مجلس النواب هذه الأيام، بتجريم من يتعرض للمراجع، ولسيد محمد الصدر بالذات. ما هو قوانين موجودة، لا يجوز الإساءة إلى أي إنسان في البلد، فضلا عن يكون عالم أو يكون مرجع أو يكون زعيم مثلا. وهناك يعني بالممارسة بالناس يشوفون، يعني أعوذ بالله، الناس يسبون حتى الذات الإلهية في الشارع، ويسبون الصحابة الكرام مثلا، يسبون حتى بعض أئمة البيت مثلا، ناس في الشارع، وأيضا في المؤسسات الدينية بعضها أيضا. فنحن عندنا قوانين كثيرة ولكن بحاجة إلى تطبيقها، ولكن لا يجوز أن نجعل من بعض الأشخاص كأنهم يعني معصومين وفوق النقد وفوق المحاسبة. في الحقيقة السيد محمد الصدر كتب كما تعرفون الموسوعة المهدوية وكتب أخرى، موسوعة المهدوية 5 أجزاء، لكي يثبت وجود هذا الإمام والإمام 12، وماذا حدث قبل مجيئه، وماذا سيحدث، وماذا حدث بعد غيبته، وماذا سيحدث في المستقبل. واعتمد في ذلك على قصص غير يعني حقيقية وغير دقيقة وغير ثابتة. أول شيء يعني الذين افترضوا وجود الإمام 12 محمد بن الحسن العسكري افترضوا وجوده بناء على نظرية الإمامة، لم يكن لديهم أي دليل تاريخي ولم يره أحد، ما عدا بعض الدجالين الذين ادعوا أنهم على صلة به
طفل 5 سنين عمره وأخذ وكالة من عنده كذا، ولكن علماء الشيعة قالوا ما عندنا أي دليل، فتشنا وحققنا وسألنا وما شفنا أي دليل على وجود ولد الإمام العسكري. بالعكس هو الإمام العسكري قال أنا ما عندي أولاد، وراح للمحكمة ثبت ذلك وأمام الملأ، وقال أموالي وجوارية وضياعي تروح إلى أمي. ولكن سيد محمد الصدر حاول أن يؤكد وجود هذا الإنسان الغائب منذ 1200 سنة، بأولا باستعراض نظرية الإمامة. نظرية الإمامة وصل بها وما يبحثها من أول يوم، يبحثها من الإمام الهادي، الإمام علي الهادي، ثم الحسن العسكري، ثم ابن الحسن العسكري. هذه الإمامة، نظرية الإمامة، هي في الحقيقة كانت نظرية مثالية خيالية سرية عند فريق من الشيعة في تلك الأيام. عامة الشيعة كانوا يوالون أهل البيت بصورة عامة، أي واحد من أهل البيت يخرج أيضا يلتحقون به، يعني كانوا زيدية تقريبا، ولم يكونوا إمامية اثنى عشرية، لأن اثنى عشرية لم تكن موجودة، إنما اختلقت بعد 100 عام من ذلك التاريخ في القرن الرابع الهجري على يد الشيخ المفيد. ولكن هاي النظرية، نظرية الإمامية، أن الأئمة معينون من قبل الله تعالى، وهؤلاء لا توجد عليهم نصوص، نصوص ما موجودة لا من القرآن الكريم ولا من النبي، نصوص متواترة وصحيحة ما موجودة، ووصايا حتى أيضا ما موجودة. يعني الإمام الرضا ترك ابنه الجواد عمره 7 سنوات في المدينة، ولذلك الشيعة تساءلوا أقرب المقربين للإمام الرضا، مثل يونس بن عبد الرحمن، قال هذا شلون طفل صغير الأبو عافى عمره 3 سنوات وترك 4 سنوات، وهسه شلون علمه من وين، وشلون هذا يصير الله منصبه لقيادة الأمة الإسلامية، هذا شيء مو معقول. وكذلك حدث نفس الشيء مع ابنه علي الهادي، أيضا عمره 8 سنوات، والجواد توفى عن عمر 25 سنة كما نعرف. فأيضا حدث هذا السؤال، أنه هذا علمه من وين، شلون من علمه، وشلون الله يعين هذا الطفل إمام على الأمة الإسلامية. فكان في يعني هزة، حصلت هزة لنظرية الإمامة اللي كان يؤمنون بها، أنه مو معقول هذا واحد صغير طفل يصير إمام. ولذلك اللي كان يؤمنون بنظرية الإمامة تحولوا صاروا زيدية أو صاروا معتزلة أو صاروا إسماعيلية أو شيء آخر. ولكن عندما خلفاء الذين خلفوا المأمون، تعرفون المأمون سوى تقريبا شبه صلح بين البيت العباسي والبيت الرضوي، يعني جاب الإمام الرضا وقال له أنا تعال أنت صير خليفة، الإمام الرضا ما قبل، قال له تعال أنت صير ولي عهد، فقبل بولاية العهد ثم قتله. وبعد ذلك جاب ابن جواد وطابنته زوجه، زوج الجواد، وصار في تحالف، يعني المعتصم والمتوكل. بعد ذلك أيضا المتوكل استدعى الإمام علي الهادي اللي كان بعد شاب، يعني عمره حوالي 20 سنة، في المدينة، قال له تعال، بناء على هذا التحالف بين البيتين، في الوقت اللي كان المتوكل شديد الأداء لعامة الشيعة، وكما نعرف هو هدم قبر الحسين وأجرى عليه الماء، ولكنه استدعى الهادي حتى يكون تقريبا يعني رمز عنده، يعني أو بناء على التحالف ماله، ولكي يؤكد لعامة الشيعة أنه أفضل من غيره وأن له علاقة مع الله، بدأ الإعلام العباسي يبث الإشاعات والأساطير والمعاجز عن قدرات هذا الإمام العجيب الغريبة، الإمام علي الهادي. لما في نص عليه وفي شكوك حول إمامته، فكيف يثبتون إمامة علي الهادي؟ بقصص كان يألفوها، والقصص جاية من رجال من البلاط العباسي، مثل
وهذه القصص وردت أيضا، الشيعة الأوائل لم يروها لأنه كان يشكون فيها عفوا. كان يشكون فيها وما صدقون فيها، وأشياء يعني عجيبة غريبة، فهم كانوا يبثوها كمثل دعايات، إشاعات ودعايات. وأجى السيد محمد الصدر قرأ هذه القصص وصدق بها بدون تحقيق، بدون تدقيق، بدون معرفة السند، بدون أن وين من يا كتاب، في كتاب مثلا بالقرن السابع الهجري مكتوب القصة فيه، أخذ القصص وصار يحكيها أو يكتبها في كتبه. وهذا منهج يعني مو منهج علمي، مو منهج اجتهادي، وإنما واحد دا يجمع القصص والحكايات حتى يعني يثبت إمامة الهادي أول مرة، حتى يثبت بعدين إمامة العسكري اللي أيضا كان فيها نزاع داخلي داخل العائلة بين أبناء الإمام الهادي، وهكذا يثبتها. يعني مثلا القصة مال خان الصعاليك، شوفوا ماذا يقول. يقول السيد محمد الصدر في كتابه الجزء الأول الموسوعة من الموسوعة المهدوية عن صالح بن سعيد، هسه منه السند ماله مو مشكلة لا تسألوا عن السند. قال: دخلت على أبي الحسن عليه السلام فقلت جعلت فداك في كل الأمور. يعني يبدو بالطريق دي يجيبوه، نزل في خان، خانات كانت بالطرق، نزلوا الإمام الهادي في أحد الخانات، فهذا اللي كان مرافق على جعل فداء في كل الأمور، أرادوا إطفاء نورك والتقصير بك حتى أنزلوك هذا الخان الأشنع، خان الصعاليك. ما كان في بنادق درجة أولى ذيك الأيام، الخانات موجودة. فالإمام شنو قال له؟ فقال: ها هنا أنت يا ابن سعيد، أنت هنا موجود قاعد تشوفني يعني شلون عايش بالخان القدر مثلا. ثم أومأ بيده فقال: انظر. فنظرت فإذا بروضات آنفات وروضات نظرات، فيهن خيرات عطرات، وبلدان كأنهن اللؤلؤ المكنون، وأطيار وظباء وأنهار تفور. حول هذا خان الصعاليك بإشارة واحدة إلى جنة، ولدان كأنهن اللؤلؤ المكنون بعد مات. فحار بصري، هذا يقول أنا خبلت تقريبا، وحسرت عيني. فقال: حيث كنا فهذا لنا عتيد، ولسنا في خان الصعاليك. احنا مو ما نعيش في خان الصعاليك، احنا نعيش في جنان متنقلة، بس انتم تشوفوها. هذه صفحة 112 يذكرها ذلك، ويحكيها على المنبر في صلاة الجمعة. يمكن مسامعين انتم، انا نسمعكم في المقطع من خطابه يعني في هذا الموضوع. خلينا نرفع الدعاية شوية وشوفوا انه حين استخدمه الى سامراء ولم يستقبله، فلا اقل أنه كان أعد له مكانا يأوي إليه ودارا معتدا بها يكون فيها وأسرته، ولم يفعل، بل تركه في الشارع زيادة في الإذلال والتنكيل. ولجأ الإمام عليه السلام إلى مكان متواضع جدا يدعى بخان الصعاليك، فقام فيه يومه هو وأسرته طبعا وليس وحده. وفي الروايات ما يدل على أن الدولة هي التي أجبرته وأنزلته فيه، ويدل من اسمه خان الصعاليك على أنه بناء في غرف ينزل فيه الصعاليك. خان كنا شايفين خان ينزل فيه صخرة المفلوقين كلش، هذا هو ينزل فيه الصعاليك، وهو جمع صعلوك، وهو الفقير المفلوق الذي لا يجد بيتا ولا أسرة ولا طعاما ولا شرابا، وهم أولى طبقة أقل الناس قدرا من الناحية الاجتماعية، ما علينا من الناحية الأخروية. ف
فقد جعلوا الإمام عليه السلام جعل في الدولة الإمام عليه السلام مع أمثال هؤلاء زيادة له في الإذلال والتمكين. خذ مثلا إليه أحد فضلاء الحوزة أو أحد التجار أو أحد المراجع ينزل مثل هذا المنزل الآن أو باكر أو بارحة ما قمرت يصير سبحان الله، فماذا سوف يحدث؟ ومر عليه وهو في هذا الخان أحد محبيه ومقدري فضله صالح بن سعيد، فأحزنه حال الإمام عليه السلام فقال له جعلت فداك في كل الأمور أرادوا إطفاء نورك والتقصير بك حتى أنزلوك في هذا الخان الأشنع خان الصعاليك. ويسمع الإمام عليه السلام ما قال فيجيب وكأنه قد التفت إليه بعد استغراق تفكير وانشغال بال، وقال له هاهنا أنت يا ابن سعيد. ثم يريد الإمام أن يريد الإمام عليه السلام أن يفهم هذا المشفق بأن الحالة الدنيوية وإن كانت قد وصلت به نتيجة للظلم والغدر إلى هذا الحد المنحدر إلا أن ذلك مما يرفعه عند الله قدرا ويزيده جهادا ويضيف إلى فضائله فضيلة، فهو لم يخسر شيئا وإنما الأمة الإسلامية هي التي خسرت، وأنه يعيش في الحقيقة بالأنوار الروحية واللذائذ العلمية والنفحات القدسية وكأنه في رياض الجنان. قال صالح بن سعيد كما في الرواية ثم أومأ بيده طبعا الإمام عليه السلام فإذا بروضات أنيقات أو أنيقات وأنهار جاريات وجنات فيها خيرات عطرات وولدان كأنهن اللؤلؤ المكنون وأطيار وضباء وأنهار تفور، فحار بصري وكثر تعجبي فقال لي عليه الصلاة والسلام حيث كنا فهذا لنا. نعم، يعني لاحظوا كيف الأمور، أنه اعتمد على هاي القصة أنه صار هاي معجزة أنه هو في عالم آخر مو مثل الناس العاديين الإمام الهادي، لا عنده قدرة أن يعيش في عالم آخر في نفس الوقت. وأيضا قصص أخرى عنده فيها الموضوع معاجز، يعني هذه حتى النبي ما سواها لنفسه. عنده قصة أخرى يذكرها أنه الإمام الهادي يخرج أسدا من وسادة، صورة أسد على وسادة، فيخرج هذا الأسد بإشارة واحدة فيأكل رجلا مشعوذا ويعود الأسد مرة ثانية للوسادة. فيقول لك المتوكل حاول أن يعني يضحك على الإمام، ومن موارد يقول ومن موارد إثبات الحجة على المستوى الحكومي العالي، يثبت إمامته لهم. هي القصة جاية عن من؟ عن واحد اسمه زرافة اللي هو حاجب المتوكل، داروا هاي القصة يعني دعاية عباسية أن الإمام رضا الإمام الهادي عمل كذا وكذا. يقول ما ورد بشكل مشهور عن زرافة حاجب المتوكل، شلون مشهور يعني بد واحد قصة دي يحكيها صارت مشهور بعدين. قال وقع رجل مشعبث من ناحية الهند، اجل سامرة إلى المتوكل يلعب لعب ولم يرى مثله، وكان المتوكل لعابا فأراد أن يخجل علي بن محمد الرضا عن الهادي، فقال لذلك الرجل إن أخجلته أعطيتك 1000 دينار. قال تقدم بأن يخبز أو يخبز هو رقاقا خفافا، خبز خفيف جدا، وجعلها على المائدة وأقعدني إلى جنبه. فقعدوا وأحضر علي بن محمد للطعام وجعل له مصورة يعني مسند مخدة يعني عن يساره، وكان عليها صورة أسد، وجلس اللاعب هذا الهندي إلى جانب هاي المخدة، فمد علي بن محمد يده إلى رقاقة لأكل خبزة فطيرها ذلك الرجل في الهواء، ومد يده إلى أخرى فطيرها ذلك الرجل، ومد يده إلى أخرى
فطيرها فتضاحك الجميع، فضرب علي بن محمد يده المباركة الشريفة على تلك الصورة التي في المخدة وقال خذيه. فقفز وثب فرد أسد من تلك الوسادة فابتلع الرجل وعاد إلى الوسادة مرة ثانية كما كانت الصورة يعني في الوسادة. فتحير الجميع ونهض أبو الحسن علي بن محمد زعل قام يروح، فقال يا متوكل سألتك بالله إلا جلست ورددته، وهذا شلون الرجال وين راح؟ فقال يا والله لا تراه بعدها، أتسلط أعداء الله على أولياء الله؟ وخرج من عنده فلم يرى الرجل بعد ذلك. هذه أيضا هم قصة يرويها السيد محمد الصدر في صفحة 128 كما أعتقد في كتابه، ونفس هاي القصة هي مكرر طبعا. هم الذين يريدون إثبات الإمامة لأئمة أهل البيت ما عندهم نصوص ولا عندهم وصايا صريحة بالإمامة، فيجيبون هاي المعاجز ويكرروها، يقول لك مرة المنصور مع الإمام الصادق نفس الشيء سواها، أما الإمام الصادق أشار إلى أسد في صورة أسد في الجدار وابتلعت ذاك الساحر، وأيضا الرشيد مع الإمام الكاظم هم سواها مرة ثانية، يكرروها دائما ومكرريها وجايبيها على الإمام الهادي. هذا اللي رواها في كشف الغمة لأبي الفتح الأربلي متوفي سنة 692 بالقرن السابع الهجري في الجزء الثالث صفحة 184. ولكن السؤال هو كيف يبني السيد محمد الصدر عقيدته في الإمام علي الهادي أنه هذا إمام من الله تعالى أول شيء، حتى بعدين يجي يفترض وجود ولد إله. نظرية الإمامة قام عليها القصص هذه، وكيف يؤمن بهاي القصة بلا تحقيق ولا اجتهاد ولا نظر في السند، ولا أنه في كتاب القرن السابع دير بقصة بالقرن الثالث الهجري مثلا 400 سنة بيناتهم، واحد جاي مؤلف قصص زني مثلا أو ألفت مفترضة من قبل هذا الأربلي مفترضة بالقرن الرابع جايين راويها عن القرن الثالث 100 سنة قبل، وقصص وإشاعات هي وأنه معاجز، بالمعجزة نثبت إمامة الإمام. ألا يعرف بأن الله تعالى قد رفض تسليح النبي بالمعاجز التي كان يطلبها المشركون من النبي؟ وخلنا نشوف الآيات الكثيرة اللي موجودة هنا في طلب المشركين من النبي أن يجيب معاجز حتى يؤمنون. فهذه معجزة من المعاجز كان يسوي لهم كل قريش مرة واحدة كلهم يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، مثل هاي القصة الأولى التي رواها سيد محمد الصدر خان الصعاليق، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف ذهب يعني، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، ويعني وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون كذبوا. بعد الله بعد ما يجيب معاجز قال لهذا خلص، يعني منطق المعاجز انتهى بمجيء الإسلام، بعد ماكو شيء اسمه معاجز تثبت نبوة أحد أو إمامة أحد. ولكن الإمامية اللي اجوا بعدين وسووا لهم فد نظرية سرية باطنية مخالفة لظاهر أهل البيت وركبوها عليهم، فلازم يجيبون هالقصص حتى يثبتوا إمامة الأئمة. والكلام هو الآن كيف يعني أنه كيف يصدق هو بهذه الخرافات والأساطير وينشرها بين الناس؟ هل كان فعلا مجتهدا؟ وين اجتهاد مبين بهالأمور كان يجتهد؟ وهل يجوز لنا أن نصدق بتلك الخرافات لأن سيد محمد الصدر قد آمن بها وقال بها وحكاها ونشرها؟ أو يجوز تقليده في هالمسألة العقائدية؟ هاي مسألة عقائدية،
لا يجوز التقليد. إذا كان يجوز الفقه حلال وحرام وكذا ويعني مسائل جزئية، مسألة بسيطة، بس بالعقائد لا سيما في عقيدة الإمامة ووجود الإمام الثاني عشر، لا يجوز لأحد أن يقلد الآخرين، لأنه سيد محمد الصدر هذا الرجل العظيم الكذا كذا قال بذلك وآمن بذلك. يجب أن نفصل، لا نسقط الرجال ولا نقول له كان خائن وعميل لا سمح الله من الاتهامات الباطلة، ولا أن نقدسه ونرفع مقامه بشكل يهيمن على عقول البسطاء. الناس من يجون يزورون ويشوفون قبر وشباك محلى بالذهب أو مذهب وقبة وكذا، يعني بعد هذا خلاص صار هذا مثل الإمام، وقوله إيش ما كل ما يقول هو يصير وحي منزل من الله تعالى. هذه مشكلة المبالغة والغلو في الأشخاص يولد رد فعل. أحيانا ناس يجون يستهزئون يسخرون يتهمون يحاولون يسقطون ذلك الرجال، فنحن لا نسقطه ولا نغالي فيه، وإنما ننظر إليه هو في زمانه في وقته كتب فر الشيء قال فر الشيء هو يعني مسؤول عنه. إحنا الآن التيار الصدري هل يجوز أن يتابع هالأشياء ذني، ولا يجب أن يفكر قليلا في هذه الأمور؟ وعندنا حديث آخر عن علم الغيب الذي كان يدعيه للإمام الهادي والإمام العسكري في حلقة قادمة إن شاء الله، كيف كان يروي روايات عن علم الغيب، إلا أنه كان يعلمون علم الغيب، وهذا أيضا هنا في القرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.